السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنخدم معكم هذا الموديل هذا تحت الطلب ديال العديد من الاخوات، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. هنا خدمته بخمسة ديال الغراز والحرير مبروم على ثلاثة. بالنسبة للإبرة خدمته برقم خمسة، ممكن تخدمه بخمسة أو ستة بالنسبة لهذا الموديل هذا، يعني ممكن نخدمه الخدمة بلون ونديرو هذا الطرزة هذه بلون آخر. أنا هنا درت يعني الطرزة والخدمة بنفس اللون، نتوما على حسب الرغبة ديالكم أو على حسب الذوق ديالكم. نبدأ على بركة الله أخواتي، بسم الله نبدأ عملية بناء الغراز. غنجي حدا هاد الضربة وغنضرب هنايا شوف، غنضرب في هاد الغرزة، نعاود نضرب في هادي نفس العملية حتى نحصل على خمسة ديال الغرز. عندي واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، دابا أنفصل هاد الضربة في الجهة الثانية ديال التوب، غنضرب فيها وغندير غرزة بحال هكذا، نزير هاد الحرير هذا. عندي هنايا هاد الغرزة هنا في الراس، غنضرب فيها باش ندير غرزة. دابا غندير الضربة الثانية في التوب وغنرجع في هاد الغرز، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نضرب هنا في التوب. دابا عندي هنا خمسة ديال الغرز. دابا غنحل أول عين، غادي غنقز هاد الغرزة وغنضرب في الغرزة الثانية، غنقز الغرزة الأولى ونضرب في الغرزة الثانية. دابا غنهز هاد الغرز، جوج ثلاثة، ونضرب هنا في التوب. هاد الضربة اللي عندنا هنايا في التوب باش حلينا هاد العوينة هادي، غادا نبداو الحساب منها. يعني عندنا هنا أول ضربة، خاص تكون عندنا أربعة ديال الضربات في التوب هذا باش نحلو الحلة الثانية. دابا غنرجع في هذا السطر، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. دابا عندي الضربة الأولى، هذه الضربة الثانية. دابا غنخدم هذا السطر هذا، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، نضرب هنا في التوب، نرجع في الغرز حتى نحصل على أربعة ديال الضربات في التوب. ثلاثة أربعة خمسة. دابا عندي الضربة الأولى، الثانية، دابا غندير الثالثة، نرجع في هاد الغرز، غندير ربعة ديال الضربات في التوب. بدينا الحساب من هاد الضربة هادي اللي حلينا بها هاد
العوينه هذه، يعني الضربه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه. دابا هذا الرابعه فاش غنحلوا الحله الثانيه، غنهز الغرزه الاولى ثم الثانيه ثم الثالثه، غننقز الغرزه الرابعه وغنضرب في الغرزه الخامسه، حيت الزواقه غتجي على شكل مائل. دابا غنضرب في الثوب ونعمر هذا السطر، واحد جوج، دائما هنا كنعمر جوج غرزات يعني بحال الكوزه، حنا عمرنا هذا السطر هذا اللي حلينا فيه هذه. دابا غنحلو واحد العوينه اللي بحال هذه، يعني غنحلوها هنا. دابا غنقز هذه وغنضرب في هذه، غنخدم الغرز عاديين. دابا الحساب عاوتاني ديال الضربات اللي في الثوب غادي يبدا من هاد الغرزه اللي حلينا بها دابا هذه، من هنا يعني عندي الضربه الاولى، ما غنحل بحال هذه حتى تكون عندي هنا ربعه ديال الضربات. نضرب هنا في الثوب، ثلاثة، هنا نعمر جوج الغراز، أربعة، خمسة. دابا عندي الضربة الثانية، هي الأولى حليت بها هذه، دابا الثانية نضرب هنا في الثوب ونرجع. نضرب هنا في الثوب، نعاود نرجع. دابا حصلت على الضربة الثالثة، نبدل الحرير. ضروري اخواتي فاش تبغيو تبدلوا الحرير ضربوا الضربه هنا في الثوب بحال هكذا وعاد بدلوا الحرير. دابا غنضرب فوق من اخر ضربه، نس الغرزه الاولى الثانيه الثالثة الرابعة الخامسة. دابا غنضرب الضربة الرابعة، كنبداو الحساب من هاد الضربة اللي حلينا بها هاد العوينة هادي، يعني الضربة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. دابا غنحلو العوينة اللي بحال هادي، يعني في هاد الجنب هذا اللي بشكل مائل مع هادي، واحد جوج ثلاثة، غنقز الرابعة ونضرب في الخامسة، دابا غنعمر هنا جوج الغراز، جوج ثلاثة أربعة خمسة. انا عمرت هذا السطر هذا، يعني غير كنعمر السطر ديال هاد العوينه هذيك، كنحل هاد العوينه هذه اللي من هاد الجهه، يعني كنقز الاولى كنضرب في الثانيه، نضرب هنا في الثوب، نهز الغراز،
كنضرب هنا تو الضربه الثانيه، كنبدا الحساب من هاد الضربه اللي حلينا بها هاد العوينه هادي، يعني كنحل هادي فاش كنعمر السطر ديالها كنحل هادي، فاش كنحل هادي كنبدا كنحسب 4 ديال الضربات في الثوب عاد باش نحل هاد العوينه هادي. جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، نضرب في الثوب، نرجع، نضرب ثالثة هنا في الثوب، نضرب هنا في الثوب، دابا هذه الضربة الرابعة غنحلو هاد العوينة هادي، الغوزة الأولى، الثانية، الثالثة، نقز الرابعة ونضرب في الخامسة، نضرب هنا في الثوب، نعاود نرجع نعمر هنا جوج الغراز، نضرب هنا في الثوب فاش نكون راجعة نحل هاد الحلة هادي، نقز الغرزة الأولى نضرب في الثانية، نكمل بنفس الطريقة أخواتي، نخدم واحد المسافة ونرجع لكم باش نخدمو المرحلة الثانية. انا خدمت هذه المسافه اخواتي، دابا غنخدموا المرحله الثانيه. بالنسبه لكم نتوما ما غتبداو هذه المرحله الثانيه يعني ديال التطريز حتى تساليوا هذه الخدمه كامله، حتى تهبطوا مع الجلابه ديالكم اولا القميص. بالنسبه للحرير اخواتي هنا مبروم على 6، الجلابه كتكون فيها 4 وزدت ليها 2 يعني 6، كتبرموا كل جهه برمه واحده، فاش كتجمعهم كديروا 2 برمات. نبداو على بركه الله، نجي هنايا لهنايا لهاد العوينه الاولى، غندخل فيها الابره غنخرجها من هاد العوينه هادي، هاد الزواقه هادي كتجي مائله بحال هكذا، كتجي هكا كنلاقيو هادي مع هادي وهادي مع هادي وهادي مع هادي، كتجي مائله. الى نضرب في هاد الاولى نخرج من الثانيه بحال هكا، عندي هنا هاد الخويته غندخل فيه الابره باش نثبت الحرير بحال هكذا، غندخل في هاد الاولى هادي النيت وغنخرج من هادي اللي انفصل معاه، دابا اخواتي غادي نلاقي من هنا لهنا وغنخرج من هنا، يعني غنضرب في هادي ونخرج من هادي اللي حداها بحال هكذا، نضرب هنا ونخرج من هنا، ندخل في هادي ونخرج من هادي اللي حداها، ندخل في هادي ونخرج من هادي بحال هكا، كملوا بحال هكا اخواتي. بالنسبه لكم نتوما غتكملوا حتى تهبطوا مع الجلابه ديالكم اولا القميص. كنتمنى انكم استفدتوا من هذا الدرس هذا ونال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، ونتلاقاو في درس اخر ان شاء الله.